بالنسبه لي انا، هذا السؤال هذا خصنا نطرحوه على المنع، واش شغال على جمهور الرجاء، الرجاء البيضاوي، الوداد البيضاوي؟ ما نقدرش نقول لك، خصني نجاوبني على السي اللي مكلف المجموعه الوطنيه، رئيس المجموعه الوطنيه اللي مكلف بهذا الشيء، وخصني نجاوبني عليها اللي مكلف فيه بجامعه تامه، لان كانت غير جمهور الرجاء وجمهور الوداد هو اللي متناقش في المدن اللي بعينها اللي محسوبه ما بين الرباط، اكادير، مراكش. هذا السؤال خصو يجاوبونا عليه، لكن غير من التنقلات ما بقاش نطالبوا الجمهور، يطالبوا بصفه عامه يخرجوا قرار بجميع ماهي الرجاء البيضاوي ما يبقاش يتنقل اي مدينه، ماشي غير هذه المدن، اي مدينه ما يبقاش يتنقل، لان خاصها في الحاجه راه اللي مستفيد لي اكبر هو اللي يستقبل. راه ما جاي عندك الجمهور راه تحمد الله وتشكره، راه جاي الجمهور ديالها، اش عندك كاع في هذه المدينه كاع اللي الجمهور عندها؟ ما تحتقرش الجماهير الاخرى للمدن الاخرى، ولكن بطريقه اخرى راه ما كاينش لهذه البطوله المغربيه غير جمهور الرجاء وجمهور الوداد. غير هي انا رساله لهذه المجموعه الوطنيه، واش هذا المنع غير جمهور الرجاء بالطبع فقط؟ لكان يخرج قرار من عند المجموعه الوطنيه باش نعرفوا اشنو كاين، وحنا نبقاو نتفرجوا فرقتنا، ندخلوا مدينه فلوس نحطوها عند فرقتنا. اش نطالب؟ غير بغينا نعرف حاجه واحده، واش غير جمهور الرجاء البيضاوي فقط؟ بلاتي تنحمدوا ونشكروا بعدا مبروك علينا تنظيم كاس افريقيا 2025 اللي ان شاء الله يكون عنده واحد غيعطي واحد كرة القدم المغربية غيزيد بها قدام اخرى قبل الملاعب غادي يوجدوا اللي غيتصلحوا اللي غيتقاد بزاف د الحوايج اللي غادي تستافد منها الكرة المغربية، ولكن بهذا العقلاء اللي عندنا اللي تيحكموا في كرة القدم واللي شادين كرة القدم ما تنظرش غادي يزيدوا قدام، لكن سيدنا تيشوف القدام تيشوف واحد الحاجة بعيدة وتيدير واحد التنظيم ديالها وغادي يكون عنده واحد المستقبل، هاد الناس غادي تيبان لي تيديروا سابوتاج، لأن لا يعقل. واش هذا الشيء غتقول لي الامن؟ لكان من عند الامن وكان رجال الامن ديال المدينه اي مدينه تمشي لها الرجال الجمهور البيضاوي ما قادرش يحكموا فيها؟ اسمح لي غتقول سؤال اخر هذا. لكان كاس افريقيا اش غتقول لهم؟ ما تنقش الجمهور ما يدخلش المدينه؟ من ناحيتاش واش الجمهور اللي ما يدخلش ولا الامن اللي ما قادش ينظم؟ ولا المدينه ما قادش تنظم؟ لما كانش مدينه تقدر ما قادش تنظم واحد المباراه جايه واحد الجمهور جاي لها عندها ونظموا السير ديال المقابل؟ اسمح لي راه مشكله كبيره عندنا هذه، كي غنقولوا في كاس افريقيا، كي غنقولوا في تنظيم كاس العالم اللي غيكون الجمهور من كل قنت وكل انواع فيهم، كي غادي نديروا؟ واش بهذا بالعقل اللي كاين دابا اللي عندنا وهاد المسيرين غنزيدوا قدام؟ ما تنظنش. راه لعبت هذا، راه والله العظيم لعبت، راه حتى الحاجه راه ما جمعش الجمهور يضيع، راه الفرقه الاخرى اللي مستضيفه هي اللي مضيعه، احنا عندنا زيد نقص، غير هي تنشوفوا شحال اللي متكي علينا غير احنا، الجمهور راه ما يتنقلش. لا كان هذا يجاوبونا، لا ما كانش غتولي حيتيات اخرى، غندخلوا في قضيه الامن، بين الناس اللي مكلفين بديك المدينه ما قاديش الامن، ولا الرؤساء ديال الامن ديال المدينه ما قاديش يسير واحد المقابله، لا ما كانش يقدر يسيرها، ومشكله عندنا في تنظيم كاس افريقيا، وغتكون مشكله كبيره في تنظيم كاس العالم. لكن هذا الشيء مرحبا نتقبلوه، ولا كان عينكم في جمهور الرجاء يخرج لها ديريكس، يعني ما بقاش حتى الجمهور ما بقاش يفكر اي مدينه يمشي لها، ماشي غير مراكش ولا اكادير ولا ما بقاش يخرج كاع بخطره. انا نقدر غنطرح عليك واحد السؤال بطريقه اخرى. علاش فاش يكون شي مقابله اللي طرف فيها الرجاء ولا الوداد تيتم الجلوس طابل دائريه بين لي زولترا وبين المسؤولي الامن وبين مسؤولي الفريقين؟ علاش ما كنمشيوش في هذا الاتجاه هذا ونمشيو فيه ديما، نجلسوا معاهم نعرفوا مشاكلهم ونعرفوا شنو كيبغيو شنو ما كيبغيوش باش نحاولوا اننا نصلحوا؟ يعني مجرد انت الماتش اللي كتبغي ان الجمهور يكون فيه، يعني عندك فيه مصلحه شخصيه، كتمشي تجلس معاهم في الطاوله وكتحاور معاهم وكتناقش معاهم، مي فاش ما تيكونش عندك رباح في ذاك الجمهور انه يجي كتمنع بدون اي سبب. انا هذا هو السؤال ديالي، ما نقدرش نجاوبك، انا طرحت عليك هذا السؤال ما نكرهش انا نلقى الجواب ديالو حيت ما عنديش. الرساله ديالي للعصبه الاحترافيه بغيت نقول لهم انتم غير عصبه ماشي احترافيه، حيت حنايا كنقولوا اننا بطوله احترافيه وحنا ما محترفينش. الا دابا قلت لك غير الدوره 24 انت غتلعب ما غنعرفوهاش، بالعكس اننا الا شفنا اي دوره في اي بطوله دوليه في اوروبا ولا في اي بلاد غنعرفوا البروغرام ديال العام كامل بالماتشات ديال ليكوب بالماتشات ديال البطوله بالماتشات ديال التظاهرات الاوروبيه اللي كيكونوا مشاركين فيها دوك الفراقي كاملين كنعرفوهم، الا المغرب ما كنعرفوش، يعني كنبقاو نتسناو واحد 3 ايام 4 ايام سيمانه قبل الماتش هذا الماتش راه بروغرام في هذا الوقت، سافو دير هذه العصبه الاحترافيه راه ما احترافياش، هذا هو الراي ديالي فيها. اولا اللي نقدر نقول لك حنا جربنا واحد التجربه صعيبه في كوفيد، جربنا ان
الماتشات يمشيو بلا جمهور وشفنا الكره كي دايره ما كايناش كره، هذه من جهه. والجهه الثانيه انايا المشكله اللي عندي هو انهم هنا في العصبه الاحترافيه، انا كمشجع الرجاء البيضاوي كنت غنهضر على الرجاء البيضاوي على الوداد البيضاوي، علاش يحاربوا الجمهور ديال هاد الجفراقي؟ الا كنتو بغيتوا هاد الجفراقي يموتوا بمره حيت راس مالهم هو جمهورهم، الا بغيتوا تقتلوهم قتلوهم، راه عندكم طرق اخرى تساليو بها غير يوليو هما كيصارعوا على البقاء، ما يبقاوش يصارعوا، ما يبقاش بلاص ما يجيهم 100,000 في الجمهور غيجيو هما 10,000. ولكن كلشي كيعرف باللي الرجاء والوداد معروفين عالميين وكلشي كيهضر على الجمهور ديالهم، كتنوض العصبه الاحترافيه كتقول لك الرجاء والوداد الجمهور بوحدهم الجمهور ديالهم ما يتنقلش لهذ المدينه ولا هذ المدينه ولا هذ المدينه ولا هذ المدينه. خاصكم تعرفوا ان الجمهور فاش كيتنقل راه هذيك المدينه ولا الطريق ديال ديك المدينه اللي ما كيوصل لها حتى واحد هما تيخدموها تياكلوا تيشربوا تيشريوا تيديروا بزاف د الحوايج، يعني دوك الناس تيستنفعوا منهم. غنقولوا المشاكل، المشاكل الا مشينا للانجليز مشينا للامريكان مشينا للسبليون مشينا لاي بلاد في العالم ديما المشاكل، بغض النظر على الجمهور، الزنقه الدراري في الزنقه جالسين كيلعبوا ولا كيتفرجوا ولا كيهضروا كيضاربوا، يعني المشاكل كاينين. هذه المشاكل كيسيون ديال عقليه ماشي ديال الدوله ولا ديال اي واحد، حتى واحد ما عنده فيها شي دخل. وكنتمناو من الله يكون شي بادره حسنه في اتجاه الجمهور الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي ان شاء الله. خويا هذا القرار هذا تلقيناه بواحد الحسره، حيت حنا كجمهور اللي كان مقبل على التنقل على تشجيع الفريق ديالو لمدينه اكادير، تلقينا هذا الخبر بواحد زعما جا فجائي وجا من طرف واحد. حنا على ما سمعنا ان هذا القرار هذا كيطبق على جمهورين في المغرب اللي هما الجمهور ديال الوداد والجمهور ديال الرجاء، هما ممنوعين من التنقل وباقي الجماهير مسموح لها التنقل في اي مدينه تبع الفرقه ديالها فين ما مشات. حنا كجماهير رجاويه كنستنكروا هذا القرار هذا وتنطالبوا في اعاده النظر فيه، حيتاش غادي تفقد البطوله ديالنا، غادي تفقد التنافسيه ديالها. الفراقي ديال القطبي ديال الدار البيضاء كيف كتعرفوا راه راس مالهم هما الجمهور ديالهم، فين ما مشاو راه عندهم بيبليك، راه بنادم راه ماشي راه بنادم راه كيسمح في قرايته وكيسمح بزاف د الحوايج باش يمشي يتفرج في الرجاء ولا باش يمشي يتفرج في الوداد. راه ما يمكنش بنادم غادي تجي انت ما بين ليلة ونهار غادي تقول لهم لا الوداد الرجاء بيبليك ما غاديش يشجع ما غاديش يتبع الفرقة ديالو، دونور مسدود غادي تسد، ما غاتبعش الفرقة ديالك فين ما مشات. راه ما يمكنش، راه الكورة أصلا الكورة راه للجمهور، الكورة راه للبيبليك، والبيبليك يدير داكشي اللي بغى. كيف ما قلتي راه بعض المحسوبين، راه بعض المحسوبين وكيكونوا بعض الانفلاتات امنيه، راه الا كنا غنضبطوا الامور 100% من الجهه الامنيه راه ما غاديش يكونوا انفلاتات ديال دوك البعض الجماهير المحسوبه على الفروق، حيت راه الا كانت 95% مزيان وكلشي كتسيبورتي وكدير داكشي اللي عليها وكترجع راه ما غنتحاسبوش انا على 5%. راه هذيك ال 5% راه كتحقق اقليه قليله، راه كنشوفوا راه البوزيتيف ديال التنقلات وديال الجماهير البوزيتيف اللي كتعطي للجمهور راه اكثر من النيجاتيف ديالو. نحاولوا نكونتروليو داك النيجاتيف، داك الاقليه الصغيره نحاولوا نكونتروليوها ونطلقوا الجماهير تبع الفريق ديالها، ما نحرموش. الرساله ديالي للعصبه الوطنيه هو اعاده النظر في هذا القرار هذا، وتكون شي استراتيجيه ديال شي قرارات صارمه، شي حلول، اما باش حتى تمنع في دقه وحده راه حسبي الله ونعم الوكيل، راه الكره للجمهور وديما راج. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور، كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.